اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. احبتي في الله، ما زلنا واياكم في شرح كتاب التوحيد. وصلنا الى قول المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. قال: النهي، هل النهي يقتضي التحريم أم يقتضي الكراهة؟ ما قال، قال النهي فقط، قال النهي عن سب الريح. والريح طبعا جمع رياح، وهي الهواء الذي يأتي بقوة. وتصريف هذه الرياح الموجودة هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فتكون أحيانا شديدة وتكون هادئة وتكون باردة وتكون حارة وتكون قوية، كل هذه بقضاء الله وقدره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء ويختار ويصرف هذه الريح سبحانه وتعالى. فهل يجوز للمسلم أن يسب هذه الريح إذا آذته؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يسب هذه الريح إذا آذته. مثل يابت غبار تأذى منه، أو يابت مثلا كسرت الأشجار تأذى منه، أو أقلعت لأي شيء بسبب قوة الريح، هل يجوز له أن يسب هذا الريح؟ الجواب: لا يجوز. قال: النهي عن سب الريح لا يجوز، لأن هذه مسخرة ومدبرة بأمر الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح. والسب هو الشتم أو اللعن، يلعن الريح أو يسب الريح. هذه الريح مخلوقة والخالق هو الله سبحانه وتعالى. فأنت الآن لما تشوف شيء مصنوع وتسب هذا المصنوع كأنك سببت الصانع، نعم. فلذلك لا يجوز، لا يجوز السب. طيب، إذا كانت هذه الريح مزعجة، أقلعت مثلا الأشجار أو أذت الإنسان، ماذا يفعل؟ أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ما نقول، قال: ولكن قولوا، لا تسب الريح ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. قد يكون هذه الريح فيها شر وقد يكون فيها خير، فأنت تطلب الخير في هذه الريح، وخير ما فيها أي ما تحمل هذه الريح. إذا كان فيها وباء، الله عز وجل يحميك من هذا الوباء، تطلب أنت خير ما في هذه الريح. وخير ما أمرت به، فهي أمرت مثلا بأمر معين، فأنت تطلب من الله سبحانه أن يكون هذا الأمر خير لك، وكذلك يعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، مثل الهلاك أو اقتلاع الأشجار أو البيوت. فالأصل في المسلم أنه لا يسب الريح، بل يسأل سبحانه وتعالى خيرها ويعوذ من شرها. ثم قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. هنا المصنف رحمه الله لم يذكر عنوان الباب، قال: باب قول الله عز وجل، فعنون الباب أو ترجم للباب بهذه الآية رحمه الله تعالى. يظنون، من هم الذين يظنون؟ أهل النفاق وأهل الشرك، المشركون والمنافقون يظنون. والظن هو ترجيح أمرين على الآخر، والآخر هو الوهم. يعني أنت وين وقف سيارتك؟ أنا أظن وقف سيارتي هنا، فعندك احتمال 60-70% أن أنت موقفني. هذا هو الظن، هو الأمر الراجح، والمرجوح هو الوهم.
واضح؟ وهو طبعا الظن والوهم ليس علم، لكن يغلب على ظني ويغلب على علمي انها هنا، هذا هو الظن. قال يظنون غير الحق، يظنون بالله ظن باطل، وهذا الظن هو ظن الجاهلية، أهل الجاهلية يظنون هذا الظن في الله سبحانه وتعالى وهو ظن السوء. ما هو ظن السوء؟ سوف نقول ما هو الظن السيء الذي ظنوا بالله سبحانه وتعالى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. إذن يظنون بالله، والظن بالله على نوعين، أن يظن بالله خير سوف يكون خير، أو يظن بالله شر. ومتعلق الظن هذا بما يفعله الله سبحانه وتعالى بالكون. فالله سبحانه وتعالى مثلا أرسل الرياح أو في فيضانات أو في زلزال، هل تظن بالله عز وجل ظن سيء أن الله ظلم هؤلاء وهؤلاء ما يستاهلون؟ هذا ظن سيء، يجب أن تظن أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حكمة، وما كنا لاعبين. فالله سبحانه وتعالى لا يعمل شيء إلا بحكمة سبحانه وتعالى، فلذلك هذه الحوادث والفيضانات كلها بحكمة. فلا يظن الإنسان بأن هذه الأمور الكونية تكون يكون فيها ظلم، فهذا ظن سيء بالله سبحانه وتعالى. وهناك هذا بالكون، وهناك ظن سيء لنفسك أنت، تظن مثلا إن الله لن يغفر لك، هذا ظن سيء. الظن الحسن أنك تظن إن الله يغفر. ثم قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قالوا هذا الكلام لكي يرفعوا الملام عن أنفسهم. إحنا غير ملومين، هذا الله عز وجل كتب علينا هذا الأمر. إذن يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يرفعوا الملام عن أنفسهم أو يعترضون على القدر، هذا القدر هو الذي فعل هذا بنا. قل إن الأمر كله لله، كل الله عز وجل، الله عز وجل يقضي كل شيء. إذن لا وجه لهذا الاحتجاج. ثم قال في الآية الثانية الظانين بالله ظن السوء وهم أهل النفاق. ماذا يظنون؟ ما هو الظن السيء؟ ذكر المصنف رحمه الله، قال ابن القيم في الآية الأولى، هذا كلام المصنف، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. الظن السيء الذين ظنوا بالله هو كما يقول ابن القيم، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، لأن في أحد لم ينتصر أهل الإسلام في أحد، فهم ظنوا بعد أحد هذا الظن، وأن أمره سيضمحل وسيذهب. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة. قالوا هل هذا ليس من الحكمة؟ شلون يعني يرسل رسول ولا ينتصر؟ إذن هذا ليس من الحكمة، من الحكمة أنه ينتصر، واضح؟ وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. إذن هذا هو الظن، ظنوا بلا ظن السوء إن الله لن ينصر هذا الدين، وأن هذا الدين سوف يضمحل ويذهب ويختفي وينقطع، هذا هو الظن السيء. وإنما هذا كلام ابن القيم، وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، ظن غير ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق،
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. هذا هو الظن المني عنه، وهذا الذي هم ظنوا بعد معركة أحد. قال، هذا كلام ابن القيم، يقول: وأكثر الناس، الآن يتكلم عن عامة الناس في وقته رحمه الله، يتكلم عن أكثر الناس في وقته ابن القيم، قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، اللهم سوي لي، اللهم أعطني، اللهم قدر لي، اللهم غافر لي، الله. هذا كلام ابن القيم. قال: فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك، أي لا يسلم من ذلك الظن، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. قال: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، إلا قال من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف بأسمائه وصفاته وحمده وحكمته، فيعلم، فيظن بالله ظن الحسن، لا يظن بالله ظن السوء. ثم قال رحمه الله، الكلام ما زال لمن؟ ابن القيم. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. اهتم بنفسك، ودائما ثق بالله، وظن بالله ظن حسن. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. يقول: لو تفتش أي واحد عنده لوم على القدر، ليش صار كذي؟ ليش اندعمت سيارتي؟ ليش أنا فلان ما كل؟ ليش أنا؟ هذا كلام ابن القيم، يقول: ما في واحد إلا وعنده هذا الظن السيء سبحانه وتعالى. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، أي للقدر، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. قال: فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك. مستقل ومستكثر يعني واحد يظن ظن سيء كثير، أو واحد يظن ظن سيء قليل. قال الناس كذي، مستكثر ومستقل ومستكثر. قال بعدين، قال: هل أنت سالم من هذا؟ ثم ذكر بيتا قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ويذكر بأن الظن السيء هو أنهم ظنوا أن هذا الأمر سيضمحل وسيذهب. هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. إذا في سؤال استفسار